السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سنتحدث عن بر الوالدين وعن دعاء بر الوالدين المستجاب. لكن قبل البدء لا تنسى تضغط لايك وتشترك معنا في القناة. هذه القصة وقعت قديما في عهد الدولة العباسية. يقال أنه كان هناك تاجر دمشقي، تاجر معروف، أي تجارة يدخل لها إلا ويربح فيها بإذن الله عز وجل. يعني أعطاه الله عز وجل توفيق في التجارة أنه أي شيء يشتريه يبيعه. ففي يوم من الأيام يعني عنده أصدقاء أرادوا أن يجعلوا له تحدي أو أن يعملوا معه تحدي. قالوا له، هو كان في دمشق، قالوا له: نتحداك أنك تأخذ التمر هنا من دمشق وتذهب تبيعه في بغداد. مستحيل. لماذا؟ لأن بغداد معروفة بالتمر، العراق معروف بالتمر، فكيف أنك تأخذ مثلا التمر من دمشق وهو غالي الثمن وتبيعه في العراق اللي هي بلاد التمر وبلاد التمر العراقي؟ والعراقية معروفة جدا، التمر العراقية. ومن هنا أحيي الإخوة الجزائريين على التمور الجزائرية، والله العظيم أننا في رمضان يعني لابد أن تكون التمور الجزائرية حاضرة في الموائد المغربية، لابد. التمر الجزائري له طعم خاص وله مذاق خاص وله حلاوة خاصة جدا. فتحية وتقدير لكل إخواننا في دولة الجزائر الشقيقة. قالوا له: أتحداك أنك تبيع التمر، تأخذه من هنا من سوريا من دمشق وتبيعه في العراق. فقبل التحدي، أخذ معه حمولة، يعني جمال محملة بالتمر، وذهب إلى العراق وهو متيقن من أنه سيبيعه في العراق. قبل دخوله إلى مدينة بغداد، في صحراء بغداد، وجد أناس، يعني الألوف من الناس خارجة وتبحث عن شيء ما هو لا يدري. الناس هائمة على وجوهها تبحث عن شيء معين لا يدري ما هو. فسألهم، قال لهم يعني قال لهم: ما الذي أخرجكم في هذا الوقت وفي الصحراء؟ عماذا تبحثون؟ قال له: إن الخليفة، خليفة المسلمين، خرج هو وابنته وزوجته وأبناءه إلى رحلة، فابنته فقدت عقد لها، عقد ثمين، وله يعني عنده معها ذكريات ثمينة، وفقدت هذا العقد في هذه الصحراء، ونحن الآن نبحث عنه لأن الخليفة جعل مكافأة وجائزة عظيمة جدا لمن يأتي بهذا العقد، وكل واحد فينا يتمنى أن يكون هو صاحب الجائزة وهو الذي يجد العقد. فبقي معهم، ثم وإذا بهم يعني يريدون أن ينصرفوا، يرجعوا إلى بغداد. قال: أين تريدون الرجوع؟ قالوا له: لقد جئنا من بغداد ونحن لم نأتي معنا بالزاد، لم نأتي معنا ما نأكل، ونحن الآن جوعانين، فلابد أن نرجع إلى بغداد ثم نأتي بما نأكل. قال: أنا عندي تمر، أنا كل هذه القافلة مملوءة ومحملة بالتمور. فبدأوا يشترون منه يعني بمبلغ يعني يربح فيه، فاشتروا منه كل البضاعة، يعني الألوف خرجوا للبحث عن ذلك العقد، فاشتروا منه كل البضاعة فباع. فخبره يعني وصل إلى الخليفة أن هناك شخص أتى بالتمر من سوريا من دمشق وكان ذاهب به لبيعه في بغداد، فالتقينا به في الطريق فاشترينا منه كل ما أردنا واشترينا منه كل الحمولة، وهو الآن يريد أن يرجع إلى بلاده إلى دمشق، فقال: لابد أن أصل إليه. فركب الخليفة ومعه الجنود ومعه الحاشية والوزراء وذهبوا إلى هذا الرجل، وصلوا إليه: سلام عليكم. وعليكم السلام. قال له: هذا أمير المؤمنين، أهلا وسهلا يا أمير المؤمنين، جزاك الله خيرا وحفظكم الله. قال: اسمع، أنا بلغتني قصتك أنك جئت من سوريا بالتمر،
وتريد أن تبيعه في بغداد، يعني هذه لا يتقبلها العقل. قال له: يا أمير المؤمنين، أنا يعني عندي توفيق من الله عز وجل أن أي شيء أضع فيه يدي بخصوص التجارة أربح فيه، وأصدقائي، عندي أصدقاء في دمشق عملوا معي تحدي، قالوا لي: نتحداك أن تأخذ التمر من سوريا وتبيعه في بغداد. وأنا قبلت التحدي وخرجت، فإذا بي ألتقي بهؤلاء الألوف من الناس، قالوا أنهم يبحثون عن عقد لك أو لابنتك، واشتروا مني كل الحمولة، وأنا الآن سأرجع. قال له: يعني لا بد أن لك سر، لا بد أن لك قصة، خبرنا عن قصتك، ما هي قصتك؟ يعني ما هي قصة هذا التوفيق وهذا السداد في هذا الأمر؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أنا توفي والدي وأنا صغير جدا، وبدأت في الاشتغال وفي إعالة أمي والصرف عليها وإعانتها وأنا عمر 5 سنوات، ولما وصلت إلى عمر 20 سنة وأمي على فراش الموت وليس لها إلا أنا وهي على فراش الموت، قالت: اللهم وفقه في كل تجارة، اللهم اجعل أي تجارة يضع فيها يده تكون مربحة، ولو يضع يده في التراب يا ربي وفقه أن تجارته تكون مربحة، ويا ربي زوجه ببنات الملوك والخلفاء. وأنا الآن يا أمير المؤمنين، والله العظيم أي تجارة أضع فيها يدي أربح فيها بإذن الله، والله العظيم هذا التراب، ثم أدخل يده في التراب، قال: هذا التراب لو أنا عندي يقين بالله عز وجل أن الله قد استجاب دعاء أمي، ولو وضعت يدي في هذا التراب وأخرجتها لا صارت ذهبا. يقول: فأدخل هذا التاجر يده في التراب فأخرجها، فإذا بعقد الفتاة في يده. سبحان الله العظيم، انظر إلى دعاء الوالدين، دعاء الوالدين أيها الإخوة والأخوات. يقول: فأعطاه للخليفة فقال: هذا هو عقد ابنتي. قال: اسمع، والله العظيم إن دعاء والدتك قد تحقق، وأنا إن شاء الله تعالى سأحقق لك دعاءها كذلك بأن يزوجك الله ببنات الملوك والخلفاء، وزوجتك ابنتي فأتمنى أن تكون كفءاً لها. فرضي هو بذلك وتم الزواج. فيا إخواني ويا أخواتي، إلزموا ثغر والديكم، ويا أيها الوالدين أدعوا لأبنائكم بالرضا، أدعوا لهم بالخير، أدعوا لهم بالتوفيق، إياكم ثم إياكم أن تدعوا لهم بالشر، ولو أغضبوكم ولو فعلوا أمورا لا تحبونها لا تدعوا لهم أبدا بالشر، فإن دعوة الوالد مستجابة، دعوة الوالدين مستجابة. فيا إخواني ويا أخواتي، إلزموا قدمي أمهاتكم واطلبوا منهم أن يدعوا لكم بالخير والسداد والتوفيق، فإن دعاءهم مستجاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.